درنا واحد البرنامج استراتو اتحاد نقابة سيارة الأجرة الصغيرة في المحمدية، وهي وقفة تصعيد هي ضد الصمت والتجاهل ديال المسؤولين وكافة المتداخلين في القطاع، وحنا كنحملوا المسؤولية وحنا غنستروا واحد البرنامج تصعيدي نضالي من أجل الدفاع على المطالب ديالنا، وكنقولوا لهم تحملوا مسؤوليتكم كاملة فإننا صامدون من أجل انتزاع حقوق ديالنا والمطالب ديالنا العادلة والمشروعة. الأسباب على جينا اليوم كجينا كنشوفوا بأن الكار كيدوز من أهم شوارع المحمدية في واحد التحدي سافر، وكيعطيهم الاجهزه الامنيه تاعهم امام واحد التحدي كنقول سافر امام عيون الاجهزه الامنيه، وحنا تنحملهم المسؤوليه في تحدي سافر كيدوزو من شوارع مهمه اللي هو شارع الحسن الثاني، شارع الرياض، شارع المقاومه، كيوقفوا في البايك ديال الطوبيس ما كاين غير هز 14 شخص 15 شخص هزو العربات المجروره، عندك النقل السري يتجلى كذلك في ذوك العجلات ذوك الدراجات الثلاثيه كذلك. اذا ما السر في ذلك؟ انا كنحمل السر وهو التواطؤ، انا احمل المسؤوليه المسؤولين المحليين على على المسؤول الاول على عمله المحمديه، كنحمل المسؤوليه على انه تحمل مسؤوليته كامله. و واش هي تصبر نائب الكاتب الوطني وكاتب عام محلي الوقفه ديالنا اللي كانت هذا رساله للمسؤولين اللي دائما كنطالبوهم وما زلنا كنطالبوهم، مطلب واحد هو تطبيق القانون. ما عرفتش في هذه البلاد عندنا ولا تطبيق القانون ولا مطلب السيد العميد كنتمناه باش يشوف هذا المطلب. طاقسيات الصنف الثاني كيوقفوا كيحتجوا من عجل تطبيق القانون اللي ما المفروض هما اللي كانوا مسؤولين هما يفرضوا علينا نطلبوا طبقوا القانون، ولينا حنا كنقول لهم طبقوا القانون على علينا وعلى كل شيء. ملي كيولي المطلب تطبيق القانون هزيلت، كيبان لي انا بان راه المساعي مشات باتجاه غير صحيح، ولهذا كنطلبوا تصحيح من هذا السيد العميد اللي كنتمناو منه خير وكنتمناو يخلي البصمه ديالو في هذه المدينه. راه مدينه ولات ديال الفوضى وديال السيبه، مدينه اللي كتشوف الشوارع ديالها كلها تحفرات، مجلس بلدي وكنتحمل مسؤوليتي نهم مالها والامن تخلى عليها، ما بقى لا تنظيم لا نقل لا والو، ولينا كنشوفوا وكندخل في المجال ديال النقل، ما كنخرجش على المجال ديال النقل. كيران ولات كتشوف الشوارع كلها والعزيقه، هادشي غريب ملي كتقول كار كيدور في زنقه راه مشكل، شارع كتبقى على ريكور. كنديروا تواطؤ ديال المخزن، كنديروا واحد المجموعه ديال المخزن، ولكن ملي كنقولوا العزيقه هنا هذه الحاله اللي شارها الاخ في الكلمه ديالو هي ملي كتفقد الهيبه ديال الامن فرحنا غرقنا. رجل الامن تلقى الطاكسي في شارع الحريه طلب منه الوثائق ديالو دهسو وزاد، راه باقي لحد الساعه القضيه ديالو بين قوسين. نضاليه الوطنيه بريس، كنشكركم على هذه التغطيه ديالكم لهذه الوقفه الاحتجاجيه اللي جات على اثر تسلسل من اجتماعات مع المسؤولين اللي كان على راسهم السيد الكاتب العام، بعد عده اجتماعات وتعطاتنا وعود كثيره وفرحنا وقلنا صافي المسؤولين غاديين يخدموا وغادا يتنظم القطاع ديال النقل في مدينه المحمديه، لكن ملي جينا لارض الواقع لقينا كان داك شعر كلام وحبر على ورق وما كان حتى شي حاجه، حتى واحد ما قادر يتحمل مسؤوليته، جميع المسؤولين كيتملصوا، حتى واحد ما باغي ياخذ مسؤوليه، حتى واحد ما باغي يفعل القوانين. عندنا واحد القرار عاملي اللي السيد العامل عطى فيه التعليمات ديالو باش يتفعل، وصيفط المذكره الاولى للناس ديال الامن، وهاد الناس ديال الامن ما بغوش يفعلوا هذاك القرار العاملي، حنا كنحتجوا على هاد المسائل هادي، وتعاود جلسنا مع السيد العامل وقلنا له دير هذاك الناس ديال الامن ما فعلوش القرار العاملي، وعاود صيفط مذكره اخرى تذكير تفعيل القرار العاملي من اجل باش يحد من هاد الفوضى اللي كاينه، حيت الا تفعل هذاك القرار العاملي غيحد واحد على الاقل واحد 50% ولا 60% ديال المشاكل ديال قطاع النقل.
ولكن هاد الناس ديال الامن ما بغوش يفعلوا لنا هاد القرار العامل، ما عرفناش علاش. واش كرام منهم لهاد الطاكسيات الكبار باش يخدموا، ولكن شي حاجه اخرى حنا ما كنعرفوهاش، الله اعلم، خصهم يجاوبونا على هاد الشيء. هذا سؤال للناس ديال الامن، علاش ما بغوش يفعلوا القرار العامل؟ يعني خصهم يجاوبونا على هذا، وسولنا ما عطاونا حتى شي جواب مقنع. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للكيران راه كيجولوا في المدينه عبر الشوارع عبر الازقه، يعني كيخدموا بحال طاكسي صغير، بحال طاكسي صغير، طاكسي كار كيهز 50 بلاصه ولا 40 بلاصه، هاز 120 بلاصه وكيدور في الزناقي، يعني كيخدم في المدينه ما كيخدمش خارج المدينه، ولا كيخدم مع الطاكسي الصغير، الطاكسي الكبير كيخدم مع الطاكسي الصغير، النقل السري، الكراول، دوك لي تريبورتور. ما فهمتش انا هاد الناس ديال الامن واش ما كاينينش في هاد المدينه، واش انتم ما حاولتوش تجلسوا مع رجال الامن على طاوله الحوار لتفادي بعض الاخطاء مثلا؟ يعني اللي غنجلسوا معاه ويحل معنا المشاكل هو رئيس امن المنطقه، ما كيجلسش معنا، ما كيجاوبناش حتى في التليفون، ما كيجاوبناش. حنا كان عندنا على سبيل الناس اللي كانوا قبل السابقين كانوا كنعيطوا لهم كيجاوبونا كيسولونا شنو كيفاش غيحل لك مشاكل، هو ما كيجلسش معاك، ما عرفش المشاكل ديالك. ملي كتقول ليه نجلس معاك ما كيجلسش معاك، ما كيجاوبكش، يعني غياب تام لرئيس الامن بكل صراحه. رئيس الامن ما كاينش، ما كيجلس معنا، ما كيتحاور معنا. يعني كاين رئيس الهيئه الحضريه هو اللي راه كيتواصل معنا، ولكن يعني خاص العميد المركزي هو اللي كيتواصل معنا، هو اللي القصيره والله، ولكن خاص التعليمات تجي من عند سيد رئيس امن المنطقه، لان سيد رئيس امن المنطقه اللي خاصو يعطي التعليمات على مستوى عالي. هذا هو الرحيم، كل واحد ياخذ حقه. حميد الثغراني رئيس الجمعيه المهنيه الاجتماعيه لسائق سياره الاجره الصغيره مدينه المحمديه، نائب كاتب العام للنقابه الوطنيه المهنيه لسياره الاجره الصغيره مدينه المحمديه. سبب الوقفه هو المثل اللي كيقول وصل السيل الزوبة، يعني عندما تضرر السائق المهني وعاد كيحس براسه هو هذاك الحيط القصير في المدينة، عاد يعني أيا كان عاد يمكن يتطاول لي على الحق ديالو، لا من نقل سري ولا من سيارة الأجرة الكبيرة اللي فيها مختلف الالوان ديالها، الكري ديال بن سليمان عاد كتهز منها من الحي الصناعي كتدي الرياض السلام ديال بوزنيقه كذلك والمثال ديال الشلالات البيضاء ديال الشلالات حتى هي كتصولو تجول في كل صباح هنا توصل حتى لمحطة القطار. الكري القراوية اللي كان معروفة بالقراوية عاد ما كندو معاها والو، لا في شارع السبتة ولا في شارع فلسطين. الكبيرة الشيبية هذيك حدت ولا حرج، عاد كتدور في جميع أنحاء المدينة بدون حاسب ولا راقب. وناهيك على الخروقات ديال حافلات النقل العمومي اللي ما بقيناش، واش حافلات نقل عمومي او نقل مسافرين او نقل اشخاص او نقل عمال، هادو هاد اربعه حافلات كلهم داخلين. يعني كنعرفوا نقل المسافرين اللي معروفه بالكيران هذيك عندها محطه، واستفسرنا الوزاره المعنيه او المندوبيه الجهويه للنقل واللوجيستيك والماء، قالت لك اودي كاينين ثلاثه الكيران هما اللي عندهم نقطه ديبارم ديال المحمديه. اذا حنايا درنا الاحصاء ديالنا والجزر ديالنا لقينا 42 كار داخل مدينه المحمديه كيجوا الوصول. اذا من اين هذا الحشد كله ديال الكيران؟ حنا كلنا واقفين ديكلاراسيون قانونيين باش نوقفوا وكل شيء ودوروا بين الامن وكل شيء. علاش؟ حيت حنايا قانونيين. الكيران وقفوا خمس ايام، ما ديكلارا ولا وقفه لا يديك اللي يخليك، وقفوا خمس ايام عرقلوا السير وما داروش لهم هاد الشيء اللي داروا لنا حنا. سياره الاجره الكبيره دهست شرطي، دهست لنا مهني على مستوى محطة القطار، وما داروا وقفت ديكلاراسيون غير قانونية، لحقوا ووقفوا وما كاينش اللي هضر معاهم. الأمن كاين بوليسي واحد اللي وقف صافي لا غير. حنا جايبين لينا أسطول، يعني واش حنايا غير قانونيين؟ هذا هو السؤال المطروح، والسؤال المطروح والأجدر
هو علاش حافلات الكيران اللي ما يعرف بالكيران ما خدموش اليوم ما دايرينش. اذا المسؤول اللي غيحبسهم باش ما يدوروش بالمدينه اليوم يحبسهم حتى الايامات الاخرين، يعني بنفس الطريقه بنفس كيفيه كانوا على علم مسبق. اذا هناك ايادي خفيه واسطر عليها باللون الاحمر، هناك ايادي خفيه تعمل وراء هذا الاستهتار ديال السيارات الاجره، سيارات هذه حافله الكيران اللي كتخليها تخدم في المدينه، هناك فعل فاعل.